مقابل صفر إذن لشباب الوزداد أمام نادي حذاء وتأهل الشباب للدور النهائي. استجوابات أخرى كذلك قام بها بوعلام بنو مشيرة بعد نهاية المقابلة. الشوط الأول كان خير وكيف سجلنا الهدفين، ثم حذاء كانت عندها في بون رياكسيون، بيننا مشاكل في الجزء الميطان، وحنا ما يخفيكم عندنا مقابلة نهار الاثنين مع باتنا اللاعبين بينكم اللي شوية يلعبوا بشوية تحفظ. الحمد لله اللي ربحنا هذه المقابلة كنا خوفين منها باسكو هذاك هما باش نقول الدمي في مصر عندهم مين كيف وكنا مخوفين منهم والحمد لله حضرنا لهم بيان كوم الفو وجبنا الماتش والحمد لله على الجمهور اللي حضر هذا والصحة عندنا وان شاء الله مهما كان لهم لاباس بهم الحمد لله لا عندهم 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 كيف نتمناهم ان شاء الله لاكسيسيون. انا جوي وما لعبوا الله وما بارك يا خويا المير كي كان دوك حنا لعبنا ونا بيان جوي وما لعبوا يا خويا لاكاسا فيس كانت معاهم زون كان يا خويا بصحتهم ان شاء الله يدوها ليسونسي تبقى في السونتر هذا ماتش. يعني حنا كنا لا بوس الحمد لله دون لي بلو في فيزيك تاكتيك كنا ملاح يا خويا وش عارف يزال الفوطا الله يسلمك يا وكيف نقول لك راني فرحان بزاف بزاف هو اول نهائي تاعي وسورتو بور لي زونسيان جوار كيما خوجا ونكازي وان شاء الله نديرو كاع فلوسنا ان شاء الله باش نفوزو بالكاس ونهدو على هذا الشباب. يعني المقابله كانت صعيبه احنا ما نقولوش بلي حيدرا يلعب لاخر هي ستون دومي فينال احنا ما نحبوش بلي راح نلعبو كونتر حيدرا ولا ستون دومي فينال ستون دومي فينال كيما نقول لك باش وصلوا لهذا الدور سيك عندهم عندهم امكانيات فريق حيدرا وكيما نقول لك يعطيهم الصحه وحنا درنا اللي علينا ماركينا في الشوط الاول و دوزيام ايطون كنا نلعبوا بالحجر و كنا نسيو نلعبوا سير ديال ديكونت والحمد لله. المقابله على كل حال في قولوا فاتونا في الريتم في 25 بريمير مينوت فريق مداد ولكن ولينا في 20 دقيقه تاع الشوط الثاني ولينا عليهم والشوط الثاني كنا يعني دوميناسيون توتال تاع حيدرا وشنو ما نجمناش نسجلوا الاهداف الله غالب على كل إن